طيب هنبتدي من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر، واللي نشرت صورة من مباراة الجونة وكتبت: لا تندهش، إنها فقط روح. الفنان السولية لاعب الأهلي صورة على صفحته على تويتر من المباراة وكتب: الحمد لله. نفس الكلام بالنسبة لأحمد الشيخ اللي أحرز هدف التعادل امبارح أمام الجونة، نشر صورة على تويتر من المباراة وعلق: الحمد لله. الأهلي السابق فكتب على تويتر: ثلاث نقاط هامة جدا في طريق عودة الأهلي لأهل القمة، أهم ما يميز مباراة اليوم الجراءة والمخاطرة اللي عملها كابتن محمد يوسف في تغييره لهشام محمد ونزول مروان، ساعد بشكل كبير في فوز الأهلي واعتمد في يوسف على المخاطرة واللعب هاف ديفندر وحيد عمرو السولية ولعب مروان بجانب أزارو. وكتب الفنان النبيل الحلفاوي على تويتر: فوز مستحق للأهلي، شكر واجب للاعبين على الروح القتالية والمجهود الوافر، تجاوزوا بصعوبة الهدف المبكر والالتزام الدفاعي وتألق عمر رضوان. وليد سلمان كان نقطة تحول جوهرية، روح الفانيلا الحمراء عادت ولكن لا تنتظروا انتهاء المعاناة قبل عودة المصابين على الأقل. كمان كتبت الفنانة ندى بسيوني على تويتر: مبروك للأهلي، مكسب مهم جدا لاستمرار الانتصارات وحصد النقاط، الحاوي قلب اللقاء وهدف عالمي. وعالميا نروح جديد لصفحته على تويتر النهارده بقميص منتخب مصر، ونشر الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد صوره له وهو صغير على تويتر وكتب: افضل الاشياء لا تاتي بسهوله ابدا. ونشر مصطفي لاعب ارسنال صوره على تويتر من مباراه امبارح مع مانشستر يونايتد واللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 وكتب: ثم يقولون ان ارسنال لن يستمر ابدا ل 20 مباراه دون هزيمه. أربع نقاط مهمين بالنسبة لنا في آخر مباراتين وهذا يعطينا الدافع للاستمرار. احنا عارفين طبعا إن أرسنال قدر يفوز المباراة اللي قبل مانشستر يونايتد على طول على فريق توتنهام في مباراة كبيرة بنتيجة جيد جدا تحت قيادة يوناي إمري المدير الفني للفريق. كمان نشر أوباميانج لاعب أرسنال على انستغرام صورة من المباراة وكتب: عمل جاد، منزعجون قليلا لأننا كنا نستحق الفوز ولكن يمكن تعويض تلك النقاط يوم السبت. أما مينيولي حارس مرمى ليفربول البديل فنشر صورة على تويتر من مباراة بيرنلي واللي فاز فيها ريدز بنتيجة 3-1 وكتب: لقد اتحد الرجال سويا وأنجزوا المهمة بنجاح. ونشرت صفحة بليتشر على تويتر صورة للنجم الفرنسي الشاب كيليان امبابي من مباراة باريس سان جيرمان مع ستراسبورغ في أهت بالتعادل 1-1 وكتبت: امبابي انضم لعصابة أصحاب الشعر الأشقر. واخيرا نشر داني ألفيز لاعب باريس سان جيرمان فيديو على انستغرام تحت عنوان: الموسيقى وقت او مكان محدد. تعالوا نروح نشوف الفيديو.